اجي اللي بطلنا بقى محمد الجندي. يعني طبعا انت من اسره يا خلاص انت كتب عليك وتبقى ابطال اولمبيين، صح ولا انا غلطان؟ ان شاء الله. فضه طوكيو 2020. انت سنك كام سنه يا محمد الاول؟ 20. 20 ما شاء الله. طيب انت امتى هتبقى فريق اول؟ خلاص امتى تسيب الشباب؟ انا لسه فاضل لي كمان سنه في الشباب السنه اللي جايه، وبعد كده هبقى كبار بس. تمام. يعني انت الميزه عندك ان انت لسه لك سنه في الشباب وكمان بتلعب اول، يعني انت بتلعب اول وشباب وخدت ميداليه كمان مع الكبار. فدي خبرات كبيره على سنك الصغير، صح ولا انا غلطان؟ اكيد. طيب ليه خماسي؟ ليه ابتديت الخماسي؟ ليه لعبته؟ ليه اللي شدك في الخماسي سواء انت واحمد اخوك؟ لا يعني انا بدات الخماسي عشان خاطر كنت بعد احمد، فانا دخلت معاه في نفس اللعبه. بس انا صار يعني جات لي فتره في النص كده كنت سبت الخماسي ورحت لعب سكواش. سكواش؟ فين بقى؟ كنت في نادي مدينه نصر. بس بعد فتره برضو يعني كنت حابب اللعبه اكتر بتاع الخماسي يعني، فرجعت لها وبدات اتمرن ليها يعني. طب قول لي، خلينا نتكلم عن اخر انجاز والميداليه قدامنا اهي، معلش وريهاني كده بقى، وريني كده محمد دي الميداليات دي مش بتيجي بالسهل هنا عندنا، يعني دي الميداليه مش عارف يا جماعه كده تبقى واضحه عندكم، دي الذهب. دي الفرق. طيب ويعني هي بصوا يا جماعه انا عايز ايه، معرفش هتجيبوا كلوز عليها وقبل ما اسكها شويه ولا زي ما انتم عايزين. اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله انه الميداليه زي دي، انت قول لي استعداداتك ليها ازاي؟ يعني انت دلوقتي في بطوله عالم معروف انت هتشارك فيها. استعديت ازاي يا محمد؟ وانا بدات بقى الاستعداد للبطوله دي من حوالي شهرين مثلا، من بعد بطوله العالم الكبار. اخدت لي حوالي يومين مثلا كده اجازه، وبدات بقى استعد للبطوله دي، واشوف مثلا الحاجات اللي كانت ناقصاني مثلا في البطوله بتاعت الكبار واحاول احسنها. بص يا جماعه الميداليه ما شاء الله حاجه، خمس لعبات اهي، السباحه عندك، الجري عندك، الشيش عندك، الرمايه والفروسيه، الخمس العاب موجودين على ظهر الميداليه، ودي الميداليه الثانيه. معلش يا جماعه برضو نجيبها كده، انا ظابط ايديا اهو، معلش. دي الميداليه اهي مكتوب عليها طبعا يعني ان هي اسم البطوله، وان هي طبعا اكيد لونها ذهب لان هي الذهب، حاجه يعني ما شاء الله تفرح يعني. فماشي، انت لعبت بطوله العالم وفقت فيها برضو الحمد لله. الحمد لله. يعني كنت انت احمد اخوك ما كانش بيلعب معاك، صح؟ كان مصاب ولا لعب؟ لعب بطوله العالم دي كان بس كانت اول مشاركه بعد الاصابه، بعد اصابه كتفه، صح؟ طيب وانت لعبت في بطوله العالم للكبار، عملت ايه؟ طلعت تاني ما شاء الله. يعني انت في الكبار واخد تاني، فطبعا كان كل الناس متوقعه لك في البطوله تاخد ده. بس ده كان ضغط عليك شويه، خلي بالك. انت لما تلاقي الناس شايفاك في الكبير خدت فضه، فالناس بصلك ان انت لوجيك تاخد ذهب في الشباب. بالظبط. طيب بتتغلب على ده ازاي؟ يعني الضغط العصبي والنفسي، هل معاك دكتور نفسي الاتحاد موفره لك؟ هل انت بتتكلم مع احمد؟ هل والدك والدتك؟ هل بتتكلم مع كابتن ياسر في الموضوع ده؟ يعني قول لي بتعمل ايه في الضغط العصبي ده؟ لا هو يعني الضغط كان موجود دايما، كنت بحاول ان انا ما اركزش فيه دايما، او اللي هو افضل زي ما انا، كاني زي ما كنت داخل البطوله اللي قبليها، اللي هو ما فيش حاجه مستنيه مني او كده. بس طبعا بقى كنت كل شويه اللي هو لازم اتمرن كويس، ما ينفعش اقصر في اي حاجه. بس طبعا بقى احمد طبعا بقى كنت بتكلم معاه عشان خاطر يديني من خبراته يعني. اكيد احمد اكبر منك بقد ايه يا محمد؟ سنتين. انتوا قريبين من بعض، انتوا تعتبروا اصحاب يعني، قريبين من بعض جدا. طيب يعني كل لاعب في الخمس الالعاب اللي بيلعبها كابتن ياسر بيكون ليه حاجه محببه ليه، يعني مش معقول بتحب الخمس رياضات او الخمس العاب اللي انت بتلعبهم، سواء جري، فروسيه، الشيش، الرمايه، يعني اكيد في لعبه انت بتميل ليها اكتر وبتجيب فيها اعلى ارقام، انهي لعبه من الخمسه؟ هو انا اكتر لعبه بحبها وهي اللي كانت خلتني اكمل اصلا في الخماسي السلاح. بتحب السلاح؟ طب ما فكرتش انت تتخصص السلاح بس؟ انا كنت فكرت يعني كنت فكرت يعني اخدت في فتره كده في الوقت من وقت قبل ما ابدا في خماسي كويس وكده، كنت هنقل سلاح خاص، كنت لان كنت يعني سباحه وجري وكنت مكسل فيهم شويه، ما كنتش بتمرنهم كويس، فالنتائج طبعا ما كانتش كويسه فيها، فاللي هو فكرت استسهل واكمل سلاح بس. بس قعدت اديت نفسي فرصه سنه كده ان اتمرن ليهم كويس وما اثرش فيهم، فلقيت النتيجه كويسه فكملت. طب اكتر لعبه منهم، انا هاخد بقى السؤال من الناحيه الثانيه يا كابتن ياسر بقى، معلش انا عارفها اكتر، وانت عارف الاجابه طبعا، بس اكتر لعبه تقيله على قلبك شويه في الخمسه؟ السباحه. برافو، عينك كلها كلور انت جاي لنا بالتمرين. السباحه تقيله شويه.